شلون يعني؟ صار لنا زمان عم نفكر ونخطط وما طلع معنا شيء، والشغلة مثل ما عم اقول لك هلا ما في اهين منها. كيف؟ تطلع انت ومرتك تعدوا بقرني، تجي امال على اساس عم تمثل الدور، بتركض عليك جميل حبيبي روحي، بتعلق انت ومرتك. لك منيحة، شلون ما فكرنا بهالطريقة من زمان؟ ملحوقة ما صار شيء، امتى بدك تطلع انت ومرتك؟ اليوم المساء. حلو، هلا بتجي امال انا بتفق معها وبرتب المشهد على الاساس هاد. لا بدك تزبط عن اذنك. لوين؟ على التواليت. إيه لا تطول. لك شوف الشغلة بإيدي، لا تطول. مرحبا. أهلا أهلا أمل. شلون استعداداتك اليوم؟ مثل كل يوم، تمام. عظيم. وينه جميل؟ هلا بيجي. سامعيني يا جميل. روحي، قلبي، حياتي، اشتقت لك هالقد. كثير حلو عم تقولي، كثير كثير كثير. بتعرف عم تقولي مشهد بشكل حلو كثير كثير. الحمد لله. هلا رح اترككم انتوا الاثنين لحالكم. ماشي. اشتقت لك. أنا كمان. أنا ما بدي شيء بالدنيا غير كون مرتك. وأنا كمان، بس استنيني يعني استنيني شوي لبين ما ظبط أموري مع مرتي، بس مطلقة وبتجوزي. روحي، قلبي، حياتي، بحبك كثير. وانا كمان بحبك، منحبك ما عم نام الليل لانه في بيتنا برغش. لو سمحت ممكن استخدم التليفون؟ تفضلي. شكرا. ليش ما اجيتي؟ عم استناكي. هنا اسمعيني، عم احكي من كفتري العاشق والمعشوق. يي، وشو عم تعملي عندي؟ بطلتي تيجي لعندي؟ بعدين بيجي. حذري من هون. جودي. وبتعرفي؟ ايه، هو قال لي. شو قال لي؟ قال لي انه عنده موعد مهم هنيك. وقال لك مع مين الموعد؟ ما سالته. الله يعينه، عنده شغل كثير، الصبح عنده شغل، بعد الظهر عنده شغل. ايه تعي شوفي الشغل اللي عم يشتغله جوزك بعد الظهر. ماني فاضي، عم اخلط التبولة، يلا تعالي قوام قبل ما تصنصن، بعدين ما بتعود طيبة. اي والله ما حدا اللي طيب غيرك. تركي كل شيء بايدك وتعي شوفي هالشوفة. جوزك قاعد مع وحدة ست. ايه اذا بجوز تكون هي صاحبة الشغل. لك قاعد عم يغازلها ووعدها بالزواج. شفت بعيني وسمعت بأذني، ما حدا قال لي. زمالك مصدقة، تعي شوفي بعينك. جميل. انا جاي فورا، جاي فورا. بنحبك ما عم نام الليل، بس عم نام بعد الظهر. روحي، قلبي، حياتي، بحبك كثير. اصابيع الببو يا عوعو. اصابيع العوعو يا بوبو. انا كل شيء بيتصلح انا، لا تزعلي. بدك من هون مشان فايقك من غفوتك وتلحقي جوزك قبل ما يطير من ايدك. لا 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 تبكي. روحي، قلبي، حياتي، بحبك كثير. خلصنا تمثيل. تمام، اللي كان بده يصير مسا صار هلا. بلي عليك. شو صار هيك؟ شو صار؟ شو العرس بدونا والطبل بحرسنا عندك؟ قومي احطي، يلا ما عاد بدنا شيء بالليل، قومي. انا على التليفون. وانا على مهلي. يا هنا قولي لي شو بدك تعملي هلا؟ الشغله بدها تروي، منيح اللي كشفتيه هو لساته على البر قبل ما يتجوزها. فكر منيح قبل ما تتصرف في اي تصرف. هنا طمنيني شو رح تساوي؟ لا تخليني اندم اني قلت لك. لا بالعكس، ما انا كثير مبذوله. اذا بتريدني نزلني هون. هنا نازله معك. لا انا حابه اقعد لحالي شوي. طيب توعديني انك تتروي مليح؟ بحاول. يلا باي.
مع السلامة. بحاكيكي بالليل. اطلع. شو بالماما؟ ما بعرف. بس ما يكون صار يلي كنت خايف منه. ليش انت من شو خايف؟ لك انت مثل الماما، ما لكون درياني بشي. مش نشوف شو بالماما. ماشي. شو بكي ماما؟ ما في شي. بس انت عم تبكي. ما في شي امي، راسي مجاني. جيب لك حبل وجع الراس؟ ما بدي شي امي، روحوا العبوا انتو. يظهر هذا صاحبك نعيم ما قدر الا ما يبقى البحصان. إيه نحن بدنا اياه يبقى، لك بدنا اياه تضل بحنكه. اخيرا يا وسيم نجحت الخطه، هلا بتكون انا عم تغلي غلي من الغيره. إيه مو وش عن وش. شو قصدك؟ إيه اذا بأوج غضبها وشافتك قاعد انت وحده وغيرها ما ساوت شيء، فشو بده يطلع منها بعد ما بدها تروح فوره الغضب؟ يعني كل اللي ساويناه راح على الفاضي؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، بجوز ايه بجوز لا، بجوز المخلوقه عقلها كبير. ما بدها تعمل لك فضيحة بالكافتيريا، خليت لك خناقة للبيت. معك حق. أنا طول عمر عقلة كبير، أكيد أجلت الخناقة للبيت. إذا هيك الله يساعدك على هالليلة. وسيم، برأيك أنا شو ممكن تساوي؟ لو كانت مرتي محلها كنت قلت لها، كانت طربقت الدنيا فوق راسي، أما بالنسبة لمرتك ما بعرف شو ردة فعلها يا أخي، بجوز تكون هادية وبجوز تكون عنيفة وبجوز تكون أعرف مما متوقع أنا وياك. تعريف. شو؟ قال عن شيء إذا فكرت هنا إنه أنا قاعد مع أمل السكرتيرة السابقة جلسة عمل. يا حبيبي بتعملها؟ طيب وين عملتها؟ أنت شو راح تساوي؟ بتصل بمستشفى المجانين يحجزوا لي جناح فورا. أخي نحن ليش عم نتحازر؟ قوم روح على البيت، يا بتضب أغراضك بتروح لبيت أهلك، يا بتضب أغراضك وبتروح على مستشفى المجانين. خلينا قاعدين كمان شوي، ما بدي روح على البيت. ليش نضل قاعدين؟ بجوز تكون لسه ما وصلت على البيت. لا سيدي وصلت. بس قل لي انه انت خايف تروح تقابلها. بدك الصراحة ايه صحيح، هذا اللي كان بدنا اياه، بس لما صارت الشغلة جد مدري شو صار لي لك يا وسيم، رجلي ما عاد حملوني. حملك انا؟ وسيم بلا مسخرة مالي ناقصك. خليك شجاع وقوم واجه الموقف وراضي مرتك، واذا لقيتها زعلانة انا برأيي تاخذ لها على البيت شي هدية محرزة على قولي ورجي العين بسكت التم. على ما هلا يناموا الاولاد. الجاجة حفرت على راسها حفرت. جاجة حفرت؟ لك ايديك ينقر عينك على المثل. صباح الخير. بعد الخير ماما. شفتي هذا الحساب اللي كنت حاسبه؟ تعاونا. ببالك لاني طالع بكير من البيت يعني وهيك ومتشيك انه بدي اشوف شي وحده لا سمح الله. اوعك. مع
معلش انا اوعك يروح فكرك لبعيده، اوعك تفكري انه هي روج او حمرة او شغله لها علاقه بالنسوان لا سمح الله. انا يعني لا حبيبي لا تكمل لا تكمل، مين اتهمك اصلا؟ انا بعرف شو عني تقبر قلبي. انا الله يرضى عليكي الله يرضى عليكي، لا تخلي الغضب هيك يخرب حياتنا، لا تخليه يهد بيتنا اللي بنيناه لبني لبني. اوعك انا هلا بشرفي هذا الخاتم مو احلى من اللي كان بايد مها. عم تشجعيني خازل النسوان بدل ما تبعديني عنهم؟ ولك انت شو جنسك انت؟ لك ما بتغاري علي منوب؟ جوزك يا مدام عم يخونك، قاعد بكافتيريا العاشق والمعشوق، وإذا مالك مصدقة تعي لهون وشوفي بعينك. معقولة؟ معقولة كل هالشي عم يصير قدامي وماني حاسة بشي؟ معقولة قد أنا غبية؟ مستحيل مستحيل. طو عليك يا هنا طو عليك أنا ما بقيت أقدر ضل ولا لحظة، هلأ مرتي بتفتح لي محضر. لك أخي أنت محضرك معروف، بس أنا المعتر لا بعرف شلون بده ينفتح المحضر ولا شلون رح تحقق فيه ولا شو العقوبة اللي رح آكلها. يا جميل أنت اللي حتجنني، صار لك مدة عم تناضل لتصل لهالنقطة وبس وصلت لها ما بدك تتنعم فيها. معك حق أخي، أنا لازم أتنعم بالنجاح اللي حققته. ها قوم اتنعم حبيبي. شرف. مساء الخير. مساء الخير. عم نقول مساء الخير. جود ايفنينج. وين كنت؟ شغل، كان عندي شغل. وشو هذا الشغل؟ شغل يعني عمل بزنس. بزنس حلوة. مع مين؟ ما في بالعادة تسأليني هيك أسئلة. جميل عم أسألك وين كنت ومع مين؟ هنو يا هنو هذا شغلي وأنت مالك علاقة فيه، مو على طول هيك كنت تقولي لي؟ لآخر مرة عم أسألك جميل وين كنت ومع مين؟ رجعنا للأسئلة اللي ما لها طعمة. لك يا هنو أنت شو بهمك مع مين كنت؟ كل اللي بهمك أني طالع مصاري، وأنا اليوم طالعت مصاري. اليوم رتبت لك صفقة بين تاجرين بتطير على صفقة مراوح بتهوي. مراوح صيفية. وطلع لي منها مبلغ مرتب وجبت لك هدية. مسكي أول شيء الوردات لفرجيكي الهدية. مسكي. لا 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 ليش هيك؟ معك حق هلا مو وقت الورد. مو انت بيها ولا روح علشان الشوك اللي بالورد. بحب الورد. شو بدنا بالورد؟ شوفي لي هالخاتم احلى لك، شوفي بيلبق لاصابيعك اللي مثل اصابيع الببو تبع الخيار. خبي خبي. هل جميل؟ لا 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 كمان كبيتي. الله يسامحك بسيطه، الله يقدرني ويجيب لك سواره، ما في شيء من واجبك. تكرم عينك. طيب هنو خذي هالمصاري واشتري فيه شيء هديه. لك جميل اعترف مع مين كنت اليوم؟ اعترف يا سو. وين شو بدي اعترف؟ ليش شو مرتكب ذنب انا لحتى اعترف؟ سيدي انا بريء، انا ما عملت شيء منوب. طول عمرك كنت بتفكري انه بس جيب هدايا ومصاري، بحياتك ما سالتيني مع مين كنت وين رحت، وهلا ما راح اعترف. مالي عامل ولا ذنب، ما راح اعترف انا. ما بعترف. يعني مصر انه ما تعترف؟ رجعنا لقصه الاعتراف. ما راح اعترف. ايه انا راح اقول لك وين كنت يا حضره البزنس ومع مين. كنت بكافيتيريا العاشق والمعشوق وقاعد مع وحده ست اسمها ايفيكات. شوي ايفيكات اسمها افاكات بالآم وبالإي. هي أفكار بتكون بنت خالته لصديقي مدلوق المنجعي. منجعي هيك لأنه بيقعد على طرف. هذا مدلوق المنجعي كان يحبها لبنت خالته، وبنت خالته كانت تحبه وصلوا زمان ما شافها. إيه مدلوق مين زعلت منه؟ أخته مدلوقة المنجعي. مدلوقة ضايقت كتير من بنت خالتها كنافة، قام إجا كنافة تدخل بالموضوع. كنا بس أنت شو عرف هيك؟ السعدان ضرب لك مندل ما؟ مزبوط. بس السعدان ما قال لي انه ايفيكات تاجره. لا
مو إيفيكات هنو أفكات. الله يسامحك مزبوط. ليش الكذب يحكي ضميره الواحد؟ هي مو تاجرة، هي أفكات بتكون سكرتيرته لكناف المنجعي قرايبه لمدلوب اللي بحب بنت خالته إيفيكات، وهو اللي بده يشتري. لا هو اللي بده يبيع. ليش الكذب؟ في فرق بين اللي بده يشتري وبين اللي بده يبيع. اللي بده يشتري بيدفع، اللي بده يبيع بيقبض. صح. أرجيلة فوت لأوضتك. إيه بس الأستاذ سعدان قال لي إن الست إيفيكات بتكون حبيبتك، وإنك أنت وياه ملتقيين كيف تدير العشي والمعشو، وحاطط إيدك على إيدها. كذاب، ست مين كذاب يطلع؟ هي اللي حاطة إيدها على إيدي. إيه مو أنا اللي حاطط إيدي. بتفرق أنا أكون حاطط إيدي على إيدها شيء وهي حاطة إيدها؟ إذا حاطت إيدي على إيدك من جمعتين أنا حاطط إيدي على إيدك. كذاب وست مين كذاب. بعدين أنت شو بتفرق معي؟ ما أنت طول عمرك بتقولي أنا ما بتفرق معي، أنا مأمنت لك، بعرف شو في عندي. كنت مفكر هيك بس طلعت غبية أكبر غبية، حطيت ثقتي بغير محلها. لك أنا بعيوني بس عندك وين عندك وزيت لعبت تجوز علي يا زلمة. أنا أتجوز عليك؟ مين قال لك إنه بدي أتجوز عليكي؟ زعلان ولادك تجوز علي يا زلمة. يا فشل الصمام وركبناه على الصمام نتفسح سوا. السلام عليكم. الله لا يسلم فيكم العظمة. ناموا لا وزيت تقنين. إيه لك عم طلع لك ليش صرت لازم تطير؟ ليش كيف راح تشك على راسك شك؟ أنا شو عم تعملي؟ بدي أخلي لك الجو أنت وستك إيفيكات خانم. لا مو إيفيكات، أفكات أفكات اسمعي. إيفيكات غير أفكات. لك شو عم تساوي؟ مو على أساس المرة اللي بتغار على جوزها بيكون عقلها صغير وأنت عقلك كبير؟ شفت بعيني ما حدش قال لي. القصة مو مثل ما لك فهمانتيها يا هنا. هنا لك كبري عليك شبك، مو على اساس ما بتغاري علي. ارفع السحاب، سحاب البطيخة ساعدني فيه لشوف. هلا كبري عقلك وحاجة قلة عقل، اتركي من ايدك. شو عم تعملي لك؟ انا لك مو على اساس مأمنة فيه، معقول ما بتثقي فيه انت؟ انا بيت اهلي، وديلي ولد طلالي. يا غايبة لا تقوم تعملها عن جد. هنا لك هنا هنا كبري عقلك يا هنا. يا بابي يا هنا جد القصة؟ معقول تسافر لعند أهلها على حماص؟ لا عم تهددني. هلا أكيد بتهدى وبترجع لحالها. إيه بترجع نسوان وبعرف حركاتهم. لتقوم ما ترجع. ما قلت لك دير بالك على حالك، عجبك يلي صار؟ بابا الحقه ورجعها. خلص أنت وياه فوتوا ناموا بدكم تفيقوا بكير على المدرسة. وماما؟ فيقوا بتلاقوها هون إن شاء الله. أكيد. انقلع دنقور واصلي معي لهون. ها لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روح. ولي سافرت لعند اهلها وعملتها علاقة مع حماتي انا كل شيء لحماتي.